مستقبلا يعني كاين اعمال اخرى كتنتظر دي جي يوسف تقدر تكشف لنا عليها؟ كاين اعمال بيان سور نجوم عرب كاين اعمال جايين ان شاء الله. انا باغي كنهضر ديجا مع دي زارتيست اللي باغين فريمون انه نخدموا يعني انصومبل. مي كيف قلنا كاين واحد هضرت مع قولوا زعما مشاهدين قناه الدار اللي ما كيسحقوش يعني اللي عرفوا حاجه يعني كسكوب يعني تقدر تعطي القناه المشاهدين الجديد ديالك مستقبلا الفنانه اللي غادي تشتغل هو كاين واحد الاغنيه لك انا قلت لك فنان لا فنانه بصح يعني راه فنان اصلا. انا دابا هضرت مع مجد الرومي اللي ان شاء الله غادي ممكن نديروا معها شي حاجه. مي مازال باقي كنفكروا كومون كيفاش غادي نخدموا مع مجد الرومي لان ما شاء الله اسطوره ما شاء الله راسي شي حاجه زعما شي حاجه اللي كبيره ولكن بارفوا كتقدر تصدق بارفوا ما كتقدرش تصدق. انا بقسم وقعت لي شي مرات انه سجلنا دي زارتيست ما عمرهم ما خرج داك الديسك باسكو كاين شي حوايج بارفوا اللي تقدر ديرهم وما يخدموش ولا هذاك الشيء اللي درنا هذيك البركه اللي درنا فيها بارفوا ما كتصدقش. دونك دوكو حنا خدامين كنفكروا الفكره اللي ممكن غادي نقترحوا عليها باش ان شاء الله تقبل وتقول لنا اوكي وتوكلوا على حسب تجربتك الفنيه. في نظرك شنو هو الديور اللي عمرو يقدر يصدق ولا يقدر ينجح بين الفنانين المغاربه والفنانين في نظرك واش نقدروا نشوفوا مثلا دنيا باطمه الفنانه المغربيه مع الدوزي مستقبلا؟ هذا سؤال يعني ما نقدرش نجاوبه لانه ما عرفتش شنو كاين ما بين لي دو زارتيست ولكن انا اش كنقول هما لي ديو شنو هما سيتي بحال قلتي اون الشيمي ما عرفتش نترجمها بالعربيه مي سي شي حاجه اللي كت كتمشي بوحدها ما يمكنش تفورسي شي واحد تقول له ولا بدا خاصك دير ديو مع هذا. نعطيك ان اكزومبل واش تقدر انت مثلا تشوف ازنافور مع الله يرحمه كوموندي ازنافور مع ان تي ام كاين شي حاجه اللي ما تقدرش تدخل هنا هذاك كي الراب كيعاير والاخر بيتو تري سوبر كلاس سوبر شيك كاين شي حاجه اللي ما تقدرش تصدق. مي كيقدروا بدات اونصوم واحد النهار تجلسوا وتعاودوا وتعشوا اونصوم وهذا غيدخل في لونيفير ديال الاخر هذا كيدخل في لونيفير ديال الاخر وتقدر تطلع شي حاجه تكون زوينه وهذا هو الديو اصلا. يعني الا ما كانش واحد الفيوزيون هذيك الصحه مي كيجبني الله كيبان لك داكشي غير ملصق بحال درتي ان ريميكس خديتي واحد البوم منهم وحطيتها وزا بعدا ما كان. مي لي زارتيست خاصهم يتلاقاو خاصهم يجلسوا مع بعض خاصهم يهضروا مع بعض باش يعطوا شي يعطوا واحد القوه واحد الروح. احسن فنان مغربي بالنسبه لك؟ لا ما يمكنش نقول احسن فنان بين اللي مزيان كنقدر نقول لك في البدايه قلت لك كتقاد الخواطر عرفتي علاش انا نقول لك علاش باسكو كاينين ديفيرون ستيل دو ميوزيك. نقدر نقول لك انا مثلا في الشعبي كنبغي فلان كنقول لك مثلا في البوب ديالنا في الشعبي شكون زينه الدوديه يا زينه الدوديه كنموت على زينه الدوديه وزينه الدوديه سا ريست بور موا اون بيرسوناليتي او توب ديال الشعبي وفي مشات سي با باغي. انا جو بونس كو الجيل اللي كنسمع ليه دابا انا سي الجيل ديال زينه ابخي سيتي صوبا تبارك الله عليه عنده حتى هو ما يقول عنده حتى هو اغاني وحتى هو دار دي تيوب ودار العالم كله الموب الشعبي ديالو وكما كان ستاتي ثاني عاوتاني الشعبي ما غيزيدش القدام عاوتاني لانه حتى هو زاد واحد البركه فاش دار الشعبي اي بور موا يعني الفوتور ديال الشعبي سا ريست زينه الدوديه لو فوتور في الراب لو هيب هوب مسلم بيان سور مسلم سمعتو لي شونسون الاخرين ومتبعوهم ميم طون سور انستغرام سي فريمون واو. اخيرا سمعنا فناير روسي اللي عجبني الديسك مي فريمون واو عجبني فريمون وخرجوا ان سيمان حنا خرجنا ان سيمان خرجوا وخرجوا لا شونسون من بعد جيم بوكو سي تاع فناير اش كيدير هذا المنافسه كيفاش كتشوف واقع الفن المغربي خاصه اللي متعلق بالاغنيه المغربيه؟ لا هو الواقع نبداو من البدايه الواقع سي كيسيون ديال الماده. انا نقول لك انا نشرح لك اكزاكتومون شنو كاين دي زارتيست اللي واو كتسمع الصوت كتسمع لا بيرسوناليتي كتقول مي مسكين لا با لي مويان باش يمشي يدير ان كليب مع فادي حداد ولا يمشي يدير ان كليب مع هذا وهذا وهذا. دونك انا كنقول اجوردي قبل ما نوصلوا للسؤال اللي هضرت عليه انا قبل ما نوصلوا لهذا النيفو لي زارتيست خاصهم لي مويان وباش يلقاو لي مويان انا جو بونس كو ليتا اجوردي خاصها تعطي لي مويان لي زارتيست باش ممكن يمشيو بعيد والموسيقى المغربيه تمشي بعيد. باسكو ملي كتشوف ان ارتيست ما عندوش حتى شي حاجه وعطيك واحد ديسك لي واو كتقول مي ويماجين هذا كون عنده لي مويان اش غيدير عبد ابا بليس فهمتي. دونك سي جو بونس كو دابور يفو كومونسي بار ليسونسيال اللي هو كومون تروفي دابور لانفستيسمون
باش يمشي عند ان ايكيب دي جون اللي يقدروا يعطيوه داكشي كيف هو بغى. وانا جو بونس كو هاد هاد يفو كومونسي بار لا. سعد المجرد في كلمه سعد المجرد انا جو سي با ما عرفتش اكزاكتومون مي كنعرف باغ كونطخ لا بيرسون اللي دارو الموسيقى ديالو اللي كنحترمو بزاف 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 اللي هو جلال الحمداوي. دي جي يوسف كنشكرك بزاف على التواصل ديالك معنا ونتمنى نشوفوك في فرص اخرى ان شاء الله وفي لقاءات فنيه اخرى. واخر كلمه للمشاهدين قناه الدار والرساله اللي تفرجوا جاي. اخر كلمه انا كنشكركم بزاف وكنشكر كاع الناس ديالكم. كنشكر راشد بزاف هو اللي سؤالات في بلاصتهم. وكنقول للناس الا عندكم شي حلم اليزي سيروا خدموا دقوا البيبان لانه الا ما درتوش هذا الشيء ما كاينش اللي غيديروه بلاصتكم. دونك الا عندكم شي حلم ان شاء الله غيتحقق لكم. شكرا لك يوسف. مشاهدي قناه الدار كنشكركم على حسن المتابعه وكنضرب لكم موعد جديد في لقاء خاص مع فنانين اخرين ومشاهير المغرب. دمتم في رعايه الله وعلى خير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.